مهمة جدا، وطبعا ده والحقيقة نقطة الساعة. حضرتك أثرت موضوع مهم جدا، لأنه في وقت من الأوقات طلعت مقولة بأنه الأسبرين ده بيعمل سيولة في الدم ويجب استخدامه في علشان نعمل وقاية من الفيروس كورونا، وبعض الناس قالت ده بيعالج فيروس كورونا. أنا عايز أقول أنه فيروس كورونا والتأثير بتاعه على الرئة وتأثيره على الجسم هو نتيجة لحدوث التهابات في الأوعية الدموية، مش زي ما كنا بنفتكر انه بيجي التهاب في الشعب الهوائية وفي الرئة وهي دي اللي بتخلي يحصل قرشة النفس والمضاعفات والمريض يتحط على جهاز تنفس صناعي وخلافه. لا، ايه اهم النصائح اللي ممكن حضرتك تنصح بيها سواء مريض قلب او انسان معرض انه يبقى مريض قلب؟ طيب هو يعني دي نقطة مهمة جدا. احنا جبنا سيرة الاسبرين، تمام. الناس اللي فوق الـ40 استخدام الاسبرين خصوصا اللي عندهم جلطة في الدم او عندهم ضيق في الشرايين، استخدام الاسبرين اللي هو 100 ملي الانتريك كوتد ده بيعمل وقاية من انه يحصل جلطات. زي ما قلنا مش هنستخدمه غير لما نستشير الطبيب ونتأكد ان احنا ما عندناش امراض ممكن انها ده يزودها. واحد عنده قرحة في المعدة مش هناخد له واحدة بيجي لها الدورة الشهرية وبتجي لها بنزيف وبتاع، لما هتاخدها مش هينفع، فلابد زي ما قلت من خلال وصفة طبية. الحاجات المهمة زي ما قلت هي البعد عن الانفعال، ممارسة الرياضة، ان احنا ننظم اكلنا والاكل بتاعنا يبقى صحي، كل دي عوامل بتساعد ان احنا ما نصابش بامراض القلب خاصة امراض شرايين القلب. دكتور انا عارف حضرتك ليك دور مجتمعي يعني من زمان قوي، وانا علاقتي بحضرتك واعرف حضرتك بتطلع قوافل طبية على مدار السنوات الاخيرة دي كلها، يعني ايه الرسالة بتوجهها للزملاء في دورهم المجتمعي في الفترة اللي جاية وخصوصا في ظل جائحة كورونا؟ طبعا في ظل جائحة كورونا وقبل جائحة كورونا الحقيقة مشاركة المجتمع المدني كانت تملي بتمشي جنب إلى جنب جنب الجهود اللي بتعملها الحكومة من زمان، والجمعيات الأهلية بتشارك في علاج المرضى، بتشارك وخاصة بقى الأيام دي بتشارك في توفير الأدوية، بتوفير وسائل الوقاية، الماسكات والكحول وخلافه، لدرجة إن في بعض الجمعيات الأهلية عاملين حاجة اسمها شنطة الكورونا. تمام. شنطة الكورونا دي بيعملوها ويجهزوها بالحاجات بتاعت الوقاية وبيوزعوها على الناس مجانا، بيوزعوها على الأماكن اللي فيها إصابات. أنا عايز أقول لحضرتك إنه نقابة الأطباء وإحنا في نقابة الجيزة اشترينا من خلال النقابة ماسكات، اشترينا كحول.